السلام عليكم أعزائي المشاهدين وحياكم الله بأجمل تحية وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج منكم وإليكم في البث المباشر عبر صفحة مؤسسة الجامعة للثقافة والإعلام على الفيسبوك. نحييكم بأجمل تحية ونرحب بضيفي العزيزين الأستاذ ستار السوداني وبكم أكثر أستاذ خالد الكعبي. حياكم الله وأهلا وسهلا وبكم أكثر. أهلا وسهلا بكم. اليوم أعزائي المشاهدين في حلقتنا هذه سنتناول تغريدة مهمة لسماحة السيد مقتدى الصدر عزه الله، عنوانها دفع شبهات العاقدين عن مرجع المؤمنين، وذلك لتكالب الأعداء وجهات الباطل على حتى بعد مرور أكثر من 25 عام على استشهاد السيد الشهيد محمد الصدر قدسة نفسه الزكية، إلا أن الهجمات الإعلامية ومستمرة ضد هذا المرجع الكبير والمصلح الذي مارس دوره كمرجعا ومصلحا للأمة في وقت قل فيه الناصح وقل فيه الناصر وقل فيه من ينتشل هذه الأمة من سباتها تحت نير الظلم والاستبداد في أعتى طاغية على مر التاريخ. أجدد ترحيب مرة أخرى وأسأل الأستاذ ستار السوداني، ستار، لماذا هذه الهجمة وفي هذا الوقت بالذات رغم مرور أكثر من 25 عام على استشهاد السيد الشهيد محمد؟ أحسنت أستاذ. بالحقيقة الوقت الحاضر قاعد نشوف الفراغ العقائدي عند شبابنا مختلف أعمارهم، مثلا أعمار البلوغ قصدي، ما قاعد يجد مثل مرجعية السدعين إذا صح التعبير هي زين، فقط مرجعية محمد صدر. يعني بغض النظر عن الأسماء المرجعيات الموجودة وعن دوره، المرجعيات الأخرى ما عندها دور حركي، ما عندها دور فعال مجتمعي، مجرد آراء فقهية متعارفة تقليديا. طيب الحياة تعقدت، مستلزمات تطورت، زين هذا الشاب وين يجد مفتغى؟ فقط عند محمد الصدر. هناك هجمات ايضا ثقافيه وعقائديه، فهم لذلك شو توجهوا على السيد محمد الصدر. هم يدبقون المجتمع في سبات، في غفله عن فسادهم، عن تصرفاتهم الهوجاء، عن المجتمع المنحل حاليا. فافضل خطوه يعملونها الان هو ضرب السيد محمد الصدر، باعتبار ايضا باعتبار انه التيار الفعال الان هو التيار الصدري اللي قوده السيد القائد مقتدى الصدر. الضربة الأنجع والأحسن إلما أن تكون للمنهجية التي يسير عليها السيد مقتدى الصدر. واللي هو السيد محمد الصدر، هذا يعني أن خط السيد الشهيد محمد لا زال مرجعيته ما زالت مؤثرة باعتبار منهجية. نعم منهجية ماشية. نعم يعني غير متروكة. نعم وأعتقد الأستاذ علي زيدي في محاضرات البث المباشر جزاكم الله خير عندما بثتموها الأيام السابقة أكد على فقرة أنه أحد الأشياء اللافتة للنظر السيد الشهيد طرقة، انه الشعب العراقي يحتاج الى قياده لا تمثل التقليد. نعم. فالنظره بعيده الى المستقبل. نعم. وكانه استشرف هذه المرحله. نعم. هذه المرحله تحتاج الى قياده. نعم. قياده واعيه، قياده مرتبطه بمرجعيه حركيه محركه. نعم. فعملوا جهدهم لنسف هذه المرجعيه، مرجعيه السيد محمد الصدر. نعم. شكرا استاذ ستار على هذا التوضيح. اعود لاستاذ خالد الكعبي. أستاذ خالد، السيد القائد مقتدى الصدر عزه الله يقول أرى نفسي أو أجد نفسي ملزما بالدفاع عن السيد الشهيد أو عن دفع تلك الشبهات عن السيد الشهيد، فهل هذا الإلزام يختص به سماحته أم أن هناك إلزام واجب على المؤمنين في الدفاع عن هذا المرجع الكبير؟ الحقيقة هو السيد القائد طبعا هو باعتباره ابن هاي المرجعية، يعني هو راد يبري ذمته يعني ويدافع عن المرجعية، بس هذا لا يعني ان الاخرين ما يدافعون عن مرجعية السيد الشهيد، باعتبارها تمثل الخط الصدري كافة، يعني اللي يجب أن ندافع عنها من ندفع الشبهات عن هذه المرجعية. نعم. الناطقة، يعني إذا أبنائها ما يدافعون عنها منه يعني ينظر ويدافع عنها؟ نعم. يعني والهجمة إذا دافع عنها بس السيد القائد يقول لك هاي شلون كأنما أبوه يدافع عنه. نعم. ما يدافع عنه بس منهج يعني. نعم.
يصير من يكون الدفاع من قبل الآخرين يكون قد يكون أكثر حجة وأكثر تأثير باعتبار وبراء أيضا وبراء ذمة أنصاره اللي هو بذل دمه وولده وجهده ووقته من أجل أن ينتشلهم من الظلمات إلى النور. وهو جزء من حقيقة يعني رد الدين، هناك فضل كبير لسيد الشهيد محمد صدر على الأمة عموما يعني وعلى مقلديه بالخصوص، لأنه ظهر أولا في وقت كان عصيب جدا، كادت أن تندرس روح التدين التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، كان مدرسا انتشار الرذيلة، انتشار الأفكار المحرفة، انتشار خوف يعني الظلم، الخط العلماني المنفتح جدا، وإبعاد يعني المجتمع والقاعدة الجماهيرية عن الارتباط بالحوزة. واحدة من منجزات السيد الشهيد، ذا يوافقني الرأي الأستاذ ستار، أن واحدة من منجزاته الكبيرة والمعروفة جدا هو ربط الجماهير بالحوزة، واللي كانت موجودة سابقا. هل من شواهد أستاذ ستار، باعتبارك أنت عايشت المرحلة، هل من شواهد بارزة على هذا الارتباط، وكيف كانت الشباب يعني منهمكة في أمور أخرى لم تلتفت إلى حوزتها أو دينها؟ أحسنت. السيد الشهيد ذكي جدا بالتعامل ويا المجتمع. نعم. يعني ما بدأ دفعة واحدة. نعم. يعني المنهجية اللي أريتها 100%، وإنما بدأ بالتدريج خطوة فأخرى. نعم. على ذاكرتي يعني الخطوات الفقهية اللي بدأ بها بوقت الهدام طبعا، بوقت السيف والنار. نعم. يعني رمي الأموال بالمراقد المقدسة. نعم. واللي كانت الدولة تحتاج سمعتها وتسبب ليت مبالغ ضخمة جدا. نعم. المهم فأصدر فتوى شهيرة كانت بقتها. نعم. يحرم رمي الأموال في المراقد المقدسة. نعم. قعد الدولة، قعد دولة الهدام في هذا الجانب. بعد جوانب فقهية أخرى مثل على مسألة الطرش، على مسألة سمك الصبور، هاي المسائل الاجتماعية. نعم. اللي تكون بتماس مباشر. نعم. مسألة تدريب المجتمع على صورة الزيارات. نعم. اللي كانت الناس متخوفة جدا. نعم. من الذهاب إلى. نعم. كربلاء. نعم. أو إلى النجف الأشرف. نعم. فأصدر أمر الولاية بالمشي إلى الحسين عليه السلام. نعم. وعندما منعت الدولة أعلنها بأسلوب ذكي جدا. نعم. إن الدولة قد منعت الزيارة فعليكم بالانتهاء، لكن المؤمنين بقت أكو تجاوب صار موجود. نعم. يعني عقدة الخوف أستاذنا. نعم. بدأ يزيلها سيد الشهيد خطوة فخطوة. نعم. بالتدريج. نعم. الآن بدأت الجماهير، حضرتك تشاهد. نعم. انه بدات الجماهير يعني قامت تندفع بالشعارات، الناس قاعده تجاوب بحجه السيد الشهيد، كان يطلب يهدئ انه حاول تقنين هاي الشجاعه، يقول لهم هسه التعبير هذا. نعم. احسنت. فالسيد الشهيد يعني بدل دماء اولاده. نعم. من اجل هذا الهدف السامي اللي هو اسلمه المجتمع. نعم. اللي كان هدفه مو شوات الدوله، مو دوله. نعم. اسلاميه بالدرجه الاولى. نعم. اسلمه المجتمع هي تؤدي الى الدوله الاسلاميه. نعم. يعني اضرب مثال وبدون ذكر اسماء، انه دوله مجاوره مثلا فرضوا المنهجيه الاسلاميه كذا، شوف النفوس، شوف الابتعاث، شوف الكذا، بينما السيد الشهيد لا، من حيث انه شنو مرتبط باهل البيت ويعرف المطلوب من عنده. نعم. قبل شويه سيره الاستاذ قال على صوره اضطرار السيد القائد الى الدفاع عن والده. نعم. اكو جنب تحضرني. نعم. اعتقد بها نوع من التقصير انه والباقين يعني من التيار. نعم. يعني السيد القائد لو شاف الدفاع يعني مثلا او حركه من ابناء التيار على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي مثلا، على مستوى التلفزيون، على مستويات هو موجوده عندنا. نعم. الدفاع ما كان لجأ بنفسه شريفه ويدافع. نعم. وانما الناس كلها يعني ما قاعد يعني انا هسه اللي حضرني مو دفاع لنان ابن المؤسسه. نعم. مع المؤسسه الجامعه للعلم والثقافه والاعلام استاذ علي زيده، حضرتك الاخوه الباحثين هم اللي قاعد يصدون، قاعد يدافعون، شبهات قد كثر عن السيد. نعم. شيء قاعد يزيلونها. نعم. وبالاثناء قاعد تستبطن ايضا خطوات السيد القائد قاعد تزال بهالدفاع هذا. فجزاكم الله خير جزاء المحسنين ان شاء الله. شكرا جزيلا. اعود للاستاذ خالد الكعبي، هناك شواهد كثيره على التغيير الذي حصل في زمن السيد الشهيد محمد الصدر، وكما تطرق الأستاذ ستار السودان على مسألة أنه ارتباط أو ربط الجماهير بالحوزة من خلال خطب الجمعة وأيضا الأمور الأخرى، لكن هناك علامة فارقة جدا وكبيرة وكان لها أثر كبير في المجتمع، وهي ربط الفرد المؤمن والمجتمع بقضية الإمام المهدي. صارت قضية الإمام المهدي كأنه قضية جماهيرية، كأنه ورغم أنها قضية عقائدية كبيرة وهم إلا أنها كانت مغيبة، لا يكون لم نجد على المستوى العملي
ارتباط معنوي، ارتباط عقائدي بالإمام. صار خطوة المجتمع، كل خطوة يفكر المؤمن بينه وبين نفسه، بينه وبين ربه، كيف يرضي إمامه، كيف يدخل قبل إمامه، كيف يكون عنصرا فاعلا في قضية الإمام المهدي. كيف حرك هذا الشعور عند الفرد السيد الشهيد؟ أحسنتم السيد الشهيد. شلون تقول مدرس ناجح، نعم، أكاديمي ناجح، نعم، بحيث أنه كانت خطواته مبنية يعني بين النظري والعملي، نعم، فقدر يوصل من خلال أنه طرق أستاذ ستار سوداني إلى أنه حاك المجتمع، يعني نعم حاك المجتمع من خلال أنه قال لهم مثلا لا تقولوا قولا ولا تفعلوا إلا بعد مراجعة الحوزة. نعم. قال قام يربط المجتمع بالحوزة، يعني احنا اتذكر من كنا نروح للنجف نشوف الحركة اللي صارت، يعني نعم. يعني قامت الناس تتجه الى الاتصال بهذا الشخص، يعني شلون يعني تقول مرجعية تروح روح موجودة، روح الارتباط بالجماهير. نعم. فالإنسان من يريد من تريد تصلح توصل الهدف تحط هدف أبعد. نعم. من تربط هدفك بالإمام المهدي. نعم. تحقق الأهداف اللي أنت تترجاها اللي هي الإصلاح. نعم. تخلينهم هدف أعلى. هو طبعا السيد الشهيد ماهر بهاي العملية. نعم. من خلال موسوعته يعني هو حاط المنهج. نعم. بس طبقه في خلال مرجعيته في خلال حركته، يعني نعم. طبق شلون تكليف الفرد، حاول ينتج هذا التكليف عمليا، شلون يرتبط الإنسان بالحوزة. نعم. وخلى ارتباط الإنسان شلون تجربة مصغرة. نعم. يعني شلون وضع منهج مصغر لمحاكاة الحركة المهدوية. نعم. بحيث انه هو الإمام المهدي شو يريد؟ يريد الطاعة، يريد يبني الفرد بناء نفسه، يعني يحرك الفرد تجاه القضية الإسلامية، هو هدفه شنو؟ نشر الإسلام الصحيح يعني. نعم صحيح. فمن هاي الخطوات اللي سواها السيد الشهيد يعني تدرج إلى أن وصل الصلاة الجمعة. نعم. صلاة الجمعة كانت هي باعتبار شلون أنت تقود مجتمع مصغر، مجتمع مهدوي ومصغر. نعم. قائد موجود وجماهير، والجماهير يعني متصلة وخوف ماكو، فلذلك هو أوجد قاعدة شو اسمه أنتجت منها الكثير من المجاهدين والناس المصلحين والمفكرين. القاعدة أيضا الآن هي التي قامت على يعني أخذت على عاتقها مقاومة المحتل، مقاومة المحتل أيضا تبني مشروع الإصلاح وخطواته الكثيرة من اعتصام وتظاهرات وأضراب عن الطعام وكثير من الخطوات هذه ما كانت لتكون لولا وجود محمد الصدر، يعني بالتأكيد هو الذي بنى فيهم أو أسس فيهم هذه الحركية، هذه الثورية في روحهم، يعني هذا يعني أخرج هذه القوة الكاملة في دواخلهم لتكون في الخارج على 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 المستوى الواقع والعملي، كأنما أوجد ثورة إسلامية جديدة. نعم. يعني كانت ماكو موجودة ثورة إسلامية. نعم. يعني أنت ما تحس إنه الرسول كيف تحرك، الإمام علي كيف تحرك، من الله شيء طبعا. إيه. فمن خلال السيد الشهيد قدرت توصل لهاي شلون بروفا، يعني على قولتهم بروفا. مو بس العفو استاذ. نعم. جانب آخر على مسألة الإمام المهدي. نعم. وكأنه الأجيال السابقة للسيد الشهيد تعتبر أمر الإمام المهدي أمر غيبي بعيد المنال. نعم. ليس من تكليفنا وليس بوسعنا نصرته. نعم. وليس في وقتنا. السيد الشهيد محمد صدر خلى الأمر هذا ماثل في عيوننا. نعم. في كل لحظة الإمام يراقبه، صلاتك، صومك، تعاملك مع الناس. نعم. كن على استعداد. نعم. الإمام في أي وقت قد يظهر. هذا الشيء قبل السيد محمد صدر ما كان موجود ابدا، وحتى مساله الانتظار كانت تحققت بشكل اصغر، وهو كنا انا اتذكر انه في هذه الجمعه سمعنا انه السيد الشهيد اتخذ فلان خطوه وقال او وجه في هذه المسائل الاخلاقيه المعينه، اتخذ هذه الشعارات المعينه، ننتظر الجمعه القادمه ماذا سيقول. لا امسك حركيا على مساله الامام استاذ، على مساله الامام. نعم. قد الامام يكلفك بواجب وانت تعتقد في الشمس عده ساعات. نعم. بدأ يناغي المؤمنين. نعم. إنه قد تعرض عليك واجبات المطلوب عندك ماذا؟
أن تلتزم بالواجبات، تمتعد عن المحرمات، تعمل المستحبات قدر إمكانك باعتبارك أن هناك هدف عالي جدا قريب المنال. احنا نال وقت، مو مسألة توقيت. لكن شنو فهم الجماهير؟ أنه اختفاء الإمام هو بانتظار القواعد المخلصة. القواعد المخلصة موجودة، المنهجية موجودة، منهجية محمد الصدر. تبقى وين؟ تبقى وين بالتنفيذ؟ فنرجع على عودة مقال السيد الشهيد يقول الشعب العراقي يحتاج لقائد لا تمثل التقليد. السيد مقتصد الآن لماذا تشن عليه الحملة؟ باعتبار هو قاعد يوجه الجمال، قاعد يبوّب جهودهم واتجاههم باتجاه الإمام المهدي، اتجاه الواعي مو اتجاه المنحرف كما تعمل حركات المنحرف وتحاول تحد من عدنا. هم يحاولون بالمناسبة هم يفصلون بين المرجعية والقيادة حتى يفشلون القيادة يعني. وهدف المحاربة محمد صدر لو ما موجودة القيادة حاليا ومندرس المنهج مالته كان ما عاد كان مجدوه، ما عندهم مشكلة يعني. بس هي المشكلة انه شلون يوقفون هاي القيادة. ولذلك هو السيد خالد يقول من هنا اجد نفسي ملزما بالدفاع عن هذه المرجعية المضحية باعتباري ابنا لها وجنديا ناظرا نفسي من اجلها، فهو واجب شرعي واخلاقي وباطني بل وعقائدي، ولا سيما انني اشعر نفسي سببا رئيسيا لاستمرار هذه العداوة باعتبار موت المنهجية، باعتبار هو مضغط على المنهج يعني. احسنتم. هم بالحقيقة يعني دائما يعني تكرر العمليات التاريخية تتكرر انه يحاربون المصلح من ينتهي الحركة مالته يمجدوه. على اعتبار انه شلون بعد الفاسد هذا يمجدوا ياهم ناس هم يعني كانوا شو اسمه هسه في حياته لم يناصروه بس بعد الممات يعني اصبح عندهم رمز يعني. هكذا ينظرون الى شو اسمه الى الثائرين يعني. هو هذه مشكله الامه يعني القديمه والتي لا تنتهي يعني من ومع الرسول الاكرم صلى الله عليه وسلم وعلى الامام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. الامام الحسين يعني قام بثوره كبيره وعظيمه الا ان الى الان يتخذ رمز دون ان يعني يحولون الى رمزا ليس فاعلا ليس قابل للتطبيق على ارض الواقع. نحن نفتقد الى الاعتبار بالمنهج، وهذا هو المهم حقيقه رغم يعني اهميه الامور الاخرى من يعني طقوس وتخص مثلا الثورة الحسينية او حتى مراجعنا العظام الذين ساروا بنهج الاصلاح. هناك حقيقة يعني في نفسي ان اتمنى ان يعني اسمع منكما ما هو الواجب الملقى على عاتقنا كيعني عاملين في مواقع التواصل الاجتماعي، في الاعلام، في المؤسسات الثقافية. كيف ننصح الشباب؟ ماذا يقع على عاتقنا؟ كيف ننصحهم؟ بأي خطوات نبتدئ؟ خطوات كثيرة موجودة. منها نشر أفكار السيد الشهيد اللي هي محاضراته، دروسه، لقاءاته، بعض خطب الجمعة مثلاً. هي تعبر عن آراء، أفكار، نظرياته. لأنه توصل فكر المتلقي. وبذلك يتلمس مثلاً شجاعته تجاه الهدام. يعني نظريا مثلا لو تحكي له مثلا عن شغله شجاع السيد ما توصل الفكره. لكن عندما تشر كمثال مقطع كمثال للسيد الشهيد يشوف شلون مثلا يوجه الجماهير، شلون يستبطن الانتقاد للهدام وبطانيته فيصير تاثير. هذا جانب. الجانب الثاني بالمقالات مثلا يعني نشوف اكو قصور موجود هسه قاعد نشوف بالمجتمع الصدري يعني رأى توجيه محاضرات المجتمع الصدري يتجه الى النزاع السياسي. يميل السياسي النزاع السياسي ما يخدمنا، لان احنا ايش قد ما نريد نوصل بالسياسه ايش قد ما تريد تتحرك. على الاقل اترك مجال سياسه للسياسي وانا يعني اعطي مجالا او فسحه معينه لهذه الامور الثقافيه التي الاتجاه السياسي ينفتح خلال الكذب والتزوير فهذا يعني انت شلون تريد تغلبه هو يواجهك يعني. بعد انت آخر بينما بالاتجاه العقادي ما يقدر يواجهك يعني. تمام. بعد اخر ايضا هاي شوف الاتجاهات قاعد تحول سمعة التيار وكذا مثلا الحركات المنحرفة اصحاب القضية. والبعد الثاني شخص السيد القائد بتغريداته الفاسدين الموجودين.
هذول اخطر اثنين موجودين قاعد يشوهون سمعه محمد الصدر وسمعه السيد مقتدى الصدر. تمام. يعني قد احنا نعرف اناس مثل موجودين طيبين القلب متورعين كذا، لكن عندما تقول لهم مثلا لماذا لا تلتحق بمنهجيه محمد الصدر، يقول لك فلان فاسد، فلان يقول انه كذا الامام المهدي، فيبتعد. نعم، نعود الى نفس يعني نفس الخطوه الاولى، يعني لابد ان نكون يعني شلون دعاة صامتين، يعني لابد ان نعكس صامتين وناطقين بالتاكيد. يعني اخلاقنا صامتين. نعم. نعم. وبالفعل وبال يعني افعالنا هي التي تطبق، ناخذ يعني افعالنا هي التي تطبق، دائما نكون مثلا نتخذ المنهج والاخلاق الحميده والصالحه، نعكس بها اخلاق وتربيه ومنهج السيد الشهيد محمد الصدر. لا يسعني في نهايه الحلقه الا ان اتقدم الشكر الجزيل الى ضيفي العزيزين الاستاذ ستار السوداني والاستاذ اهلا وسهلا بك العزيز خالد الكعبي. والى هنا اعزائي المشاهدين تنتهي حلقتنا لهذا اليوم من البث المباشر، شكرا لكم وحياكم الله والى لقاء اخر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.